صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قصة داود عليه السلام الواردة في سورة صاد عندما كان في المحراب في قول الله جل وعلا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يقول: ما هو الراجح في معنى نعجة؟ الله أعلم، شيء لم يبينه الله لنا، إنما يرجعون إلى الإسرائيليات، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنما هو ابتلاء لداود عليه السلام وامتحان لداود، وداود أدرك أنه مخطئ فاستغفر ربه وسجد لله لما تاب الله عليه، سجود شكر، سجد لله سجود شكر لما تاب عليه